السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي ومتابعي قناة حياة الكناري. في هذا الفيديو سوف نتعرف على أفضل نوع من الخضار الذي يساهم بشكل كبير في تجهيز ذكور الكناري ويزيد في نقاوة حبالها الصوتية، مما يجعل تغريدها متواصل وقويا في نفس الوقت، وله فوائد أخرى سوف نتعرف عليها إن شاء الله، ألا وهو الجزر. فالجزر أصدقائي من الأفضل الأغذية الجيدة والمفيدة لطيور الكناري، وخاصة طيور اللون مثل الكناري الريد فاكشور والموزايك والأغات الأحمر وغيرها، والتي نقدم لها بعض الأغذية والصبغات للحصول على تلك اللون التي يميزها على باقي الأنواع الأخرى. فالجزر يثبت اللون في الطيور ويعطيها جمالا وتناسقا في ريشها، ويساعدها أيضا في توفير بعض البروتينات والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والكثير من المعادن الأخرى، وهي كثيرة جدا مما يصعب ذكرها بأكملها. كي لا أطيل عليكم الحلقة أصدقائي، وخلاصة القول وكنصيحة لكم، لا تستغنوا عنه ولو مرة كل أسبوع، لكي توفر لطيوركم العناصر الغذائية المهمة والذي يحتويها هذا النوع من الخضر. وبالنسبة لطريقة تقديمه، فيقدم على هذا الشكل كما في الفيديو، كي يسهل على الطيور أكله والاستفادة منه، وخصوصا الذكور الكناري الذي سوف ننتج منها، فهو يعطيها الطاقة وينقي حنجرتها ويجعل تغريدها أفضل ومتواصل كما ذكرت في مقدمة الحلقة. ومن أعجبه المقطع فليضع لايك للفيديو، ومن لديه أي سؤال فمرحبا بكم جميعا، وشكرا لكم على حسن مشاهدتكم، وبالتوفيق لنا ولكم أصدقائي.